لا تمر ذكرى ثورة 14 من أكتوبر كأي يوم عادي على أمين عبد عثمان، فلهذا اليوم الثوري ذكرياته الخاصة بالنسبة له، حيث كان واحدا ممن قاتلوا في صفوف الثوار من أجل الانتصار للثورة. فقرها راجح لبوزة قبائله من ردفان اللي فجر ثورة 14 أكتوبر، وبعدين انضمت إلى مجاميع من الضالع زي علي بن علي هادي وعزب محمد فضل العزيبي، سيف محمد فضل، فضل صالح، الشيخ فضل صالح الرقاعي، يعني مجاميع كثيرة من الثورة. أمام عدسة الكاميرا كانت واضحة ملامح الحزن في تجاعيد وجه أمين الذي يستذكر أهداف الثورة التي قاموا من أجلها وواقع اليوم الذي يهدم فيه الماضي والمستقبل نتاج الحرب الذي تعيشها البلاد منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة. ثورة 14 أكتوبر تعني تحرير الوطن من الغزوات البريطانيين والاحتلال البريطاني في عدن في المناطق الجنوبية. أمين الذي غادر مسقط رأسه القبيطة إلى عدن للمشاركة في الثورة لم يمت وبيده بندقيته أثناء الكفاح، بل كان ضحية لمن تناوبوا على السلطة ليعود إلى مسقط رأسه محملا بخيباته وأحلامه التي تحولت إلى فقاعات بعد أن أهملته السلطة وأجبرته ظروف العيش على العودة إلى فلاحة الأرض والعمل في تربية النحل لكسب الرزق وتلبية الضروريات بعيدا عن حصوله على وظيفة في أي منجز من منجزات الثورة.